أيضا مما نذكر به في هذا اليوم، وهذا مما يحث المؤمن أن يحمد الله على نعمة العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح، ما يفعله الشيعة الضلال حيث يقيمون المآتم ويضربون أنفسهم بالحديد وبالسيوف وبالسكاكين، ويخرج الإنسان الدم الحرام الذي ما أمره الله تبارك وتعالى به، زعما منهم أنهم يحزنون على موت الصحابي الجليل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد قتل رضي الله عنه شهيدا نحسبه، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أخيه الحسن هما ريحانتاي من الدنيا، وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة من الأولين والآخرين. ولكن لا يشرع مثل هذه المآثم ومثل الضرب والنياحة وغيرها من أمور الجاهلية، بل من الشرك بالله من دعائهم للحسين وادعائهم أنه يحاسب الناس يوم القيامة وأنه يعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وأنه يعلم الغيب وأنه يعطي الذرية وأنه له الدنيا والآخرة، كما قال ذلك الخميني عليه من الله ما يستحق، قال وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل والعياذ بالله، فإن هؤلاء يشمتون أعداء الله بدين الله. وإنما الإسلام أن يصوم الإنسان في هذا اليوم ويحتسب أن يكفر الله سبحانه وتعالى عنه السيئات في هذا اليوم، وأن يتقبل الله منه، وأن يباعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه بين وجهه وبين النار 70 خريفا، إلى غير ذلك من الفضائل والأدلة الواردة في فضل الصيام وفضل هذا اليوم خصوصا.